عشرات العراقيين جاءوا من جميع الدول في أوروبا وخارج أوروبا إلى مدينة ليون كما تشاهدون الآن، وهم ينتظرون مباراة منتخبنا الوطني يوم غد أمام نظيره الأرجنتيني، مباراة مهمة. الجماهير هنا تغزو مدينة ليون بهتافات عراقية، وكأن الجالية العراقية في أوروبا وفي الدول الأخرى القريبة من هنا متعطشة لمثل هذه التجمعات. سنكون معكم أولا بأول من على شاشة الفلوجة الفضائية، تابعونا.